لو سألتني ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، اقول لك دي مدينة مصر الأولمبية الدولية الجديدة في العاصمة الإدارية المصرية. انجاز ما بعده انجاز، وكل يوم هيكون عندنا اكتر من انجاز. وأول مباراة رسمية في استاد مصر، أول جمهور في تاريخ استاد مصر، جمهور مصر العظيم. على بركة الله أصدقائي انطلقت سافرة البداية. داخل مصطفى، داخل يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال. وتظل مصر أغلى اسم في الوجود دائما وأبدا. مصر في قلبنا، في عقولنا، في أذهاننا دائما وأبدا. بعد شوية هتشوفوا المشهد الجميل والمنظر الجميل اللي موجود في هذا الاستاد، استاد مصر في العاصمة الإدارية، عاصمة مصر الإدارية الجديدة. المنظر رائع وبديع وأكثر من جميل. النهاردة كمان هيكون عندنا حفل ختام مع المطرب الجميل تامر حسني، هيكون عندنا فريق عمل على أعلى مستوى يكون موجود معنا. مش عايز أحرق لكم فريق العمل النهاردة، لأن عندنا نجوم بمعنى الكلمة، نجوم من العيار الثقيل. ولكن دائما وأبدا أترك الكلام للصورة، لأن الصورة دائما بتغني عن أي تعليق.